السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا متابعي قناة واقع تي في، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج تحت المجر، واللي غنطرقوا فيها لواحد النقد ذاتي حول من بعد ما خرجت هذه المسودة القانونية واللي تلغات أو اللي غادي تلغى إن شاء الله، ولكن خلاتنا أننا ندخلوا في هذا النقاش ذاتي حول ما جدوى كثرة الصفحات والقنوات على يوتيوب وعلى فيسبوك وعلى مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي. واش هذه الكثرة هذه مفيدة أو لا، غير كثرة من أجل الكثرة أو لا، يعني الكثرة ديال القنوات من أجل الاستهلاك. وفي إطار هذا النقد الذاتي واحد مجموعة ديال التساؤلات بحول هذا القرار ديال الدولة اللي كانت يعني باغا تدخل في هذا الإطار ديال هذا المشروع هذا، ما فهمتش. المهم مجموعة ديال التساؤلات من بينها واش علاش هاد الناس مسؤولين غفلوا ما يسمى بالنظام الديمقراطية التشاركية؟ واش هاد الديمقراطية التشاركية دارت غير كعنوان؟ أما القرارات فتتخذ بحال طريقة ارتجالية عن طريق الحكومة، لأن مشروع مثلا بحال ما هذا ما خصوش يلحق ويمر ويدوز ويوصل للمراكز العليا إلا من بعد ما يدوز في واحد المناظرة مفتوحة تكون وطنية، واللي شاركوا فيها هيئات المجتمع المدني وهيئات الحقوق المجتمع الحقوقي وهيئات أخرى وناس مثقفون وإلى آخره. وإن كان عندي واحد تحفظ على هذه الكلمة ديال المثقفون، لأنه لما هب ودب يتكلم باسم الثقافة، إنسان ما تتلقاش عنده حتى مجرد كتاب تتكلم على أطفال الصغار وتقول لك أنا مثقف فقط لأنه كنشر على فيسبوك، لا حول ولا قوة إلا بالله. على أي المهم، ثاني حاجة اللي بغيت نعقب على الطريقة بجات الأمور وهذا القانون، ومن الناحية ديال أن الدولة علاش لي ملجتش مثلا مسائل أخرى عوض ما أن تدخل في إطار التخرج القانون. إحنا عندنا مسائل ديال المتابعات القانونية، أي إنسان مثلا ضر بشي منشور في فيسبوك فهو كيتابع الشخص اللي لاح المنشور. أما تنظن بأن شركات ولا مثلا أي حاجة إلا كانت الدولة بغات تحمي المصالح ديال، كاين الحق ديال المتابعة، كاين يعني كاين قوانين أصلا منظمة الإطار وكتماشى مع القوانين ديال فيسبوك. ومثلا لما لا الدولة تلجأ لفيسبوك ودير معاه مجموعة ديال الشراكات، يعني بمجرد ضغطة زر واحدة ممكن تسحب المنشورات اللي هي لا ما تدخل في هذا الإطار هذا. ثاني حاجة، علاش لما تأسس شي مؤسسة معنية بمواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب فيسبوك انستغرام وتويتر على غرار الهاكا؟ والأمر قبح، لا أعتقد أنه من يعني الواجب ولا من الضروري خلق زوبعة إعلامية. وما فهمتش علاش هاد الزوبعة هذه خرجت بالضبط في التاريخ اللي كان قريب باش أن يكون داك اليوم العالمي ديال حرية التعبير والصحافة. واش هاد الشيء فيه شي ضرر للصراعات السياسية يعني في الفوق خرجت هاد المشروع قانون التسري في هاد اللحظة هذه؟ ما هذه إلا صراعات سياسية؟ ما فهمتش أنا علاش الناس في الدولة في الحكومة في نفس الحكومة وفي نفس الدولة الدولة المغربية وكيتصارعوا كيشوهوا في السمعة ديال البلاد بين قوسين. على أي ندخلوا في إطار ديال الشق الثاني من الموضوع اللي هو ما جدوى كثرة مواقع التواصل الاجتماعي ولا الصفحات ولا اسمه. بغض النظر يعني كاين مجموع، كاين مثلا على مستوى يوتيوب كاين القنوات اللي كتهتم بالربح وكتهتم بعلاقتها مع يوتيوب، وكذلك على فيسبوك هناك قنوات وصفحات اللي كتهتم، كنقول صفحات ماشي مجموعات، لان كاين الفرق ما بين المجموعات والصفحات والمدونات على فيسبوك. المدونات على فيسبوك شيء والصفحات شيء والمجموعات شيء اخر. ليس كل من يستعمل كام الهاتف في مجموعه، ما مثلا عندك مجموعه فيسبوك ما تتسماش جانب اعلامي، تسمى فقط يعني انسان من المجموعات، ما كيدخلش في اطار اعلامي الصفحات اللي كيدخل في اطار اعلامي على فيسبوك. ان نمشي يعني هاد الكثره هذه بغينا ما بغيناش تبقى يعني مرتبطه غير بالنسخ واللصق، نفس الخبر كيتناولوا الالاف ديال الصفحات اللي كاينين. انا كنتكلم بصفه عامه ماشي غير عن المغرب، يعني كل ما اراه على مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربيه يعني نفس الشيء تقريبا جميع الدول العربيه، نفس الطريقه ديال التناول ديال المواضيع، ماشي بالضبط المواضيع، المنشورات العاديه ديال اناس عاديين كتم النسخ ديالها واللصق والتمرير يعني بطريقه استهلاكيه
ما فهمتش، هناك ثورات كتقوم في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض العقلاء يعني كيتجاراو معاها، وإلا بحثوا غادي يلقاو بأن أنهم كيتجاراو مع ثورات قايمين بها ناس صغار السن 15 سنة 14 سنة. يعني حتى التعاطي مع مواقع التواصل الاجتماعي مازال خاصو واحد الحنكة في التعاطي. كنشوف بزاف ديال الرجال كيمشيو وكينشروا منشورات وكيبارطاجيو منشورات، وهي في الأصل ديك المنشورات كتعود لأطفال صغار ما كيتعداش السن ديالهم 14 سنة. دي حقيقة ثابتة في مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين ما بلا ما يعني من بين مجموعة ديال الأشياء اللي وقعت وفي هذا الأسبوع الماضي، مجموعة ديال المنشورات اللي نشروها دراري صغار وانتشرت على أين احنا مع الفكر، منين ما جا من المنبع ديالو، كون دراري صغير شيخ رجل شاب، المهم هو أن النوعية ديال المواضيع ما كانتش هي هذيك، ولكن عرفات واحد الإقبال على الرغم من أن الموزع ديالك المنشورات هما أطفال صغار. هاد الكثرة هادي احنا انا مع الصفحات اللي تكون غنية وتكون متنوعة ومختلفة، كما تقولوا خالف تعرف، مش من اجل انك تعرف وانما من اجل انك تقدم لنا واحد المنتوج اللي يكون مزيان. وبالنسبة للقنوات على يوتيوب، فبدات تتقل ديك القنوات ديال التفاهة، بدينا كنشوفوا مجموعة ديال القنوات، وان كانت قنوات ديال اللعب كثيرة ويوتيوب مازال ما اكدش واش انه غادي يفعل عليها الربح. لهذا انا كنوجه واحد النصيحه للمجموعه ديال الشباب اللي غاديين في هذا الاطار هذا، انهم يحاولوا يشونجيو او على الاقل يحافظوا على نفس التيب يعني القنوات ديال اللعب، ولكن يناقشوها ويطرحوا مواضيع ماشي غير يلعبوا. يعني مره تحط فيديو كتناقش فيه اللعبه او كتهضر عن المزايا ولا العيوب ولا الاضرار ديالها ولا الفوائد ديالها. انا لا ارى ان مواقع التواصل الاجتماعي تصل الى مستوى يعني اللي تقدر نقوله تغطي فيه الاعلام الرسمي، مازال ما وصلتش مواقع التواصل الاجتماعي لهذا المستوى. لهذا ومازال وفعلا مواقع التواصل الاجتماعي محتاجه قانون، محتاجه تاطير، ومحتاجه هيكل للدومين. الدومين خاصو يتهيكل، خاصو يتقنن، خاص تحط ليه مزايا. في اطار هذا البرنامج ديال تحت المجر كنتسنى ان شاء الله تزودونا بالتعليقات مجموعه ديال المقترحات واراء ديالكم بخصوص هذا الباب هذا، وغادي نبدا ندرج التعليقات في الحلقات القادمه ان شاء الله. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك في القناه باش يوصلكم المزيد، وباش تدعمونا ان شاء الله بحول الله. وانتظرونا في الموعد القادم من برنامج كلاش مع 19 من 24 ساعه ان شاء الله. ورمضانكم مبروك، السلام عليكم ورحمه الله تعالى.